فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو عملت مرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 2 وبعدها 2، ومرة بحديث أنه صلى قبل الظهر 4 وبعدها 2، فهل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لا بأس. إن أردت زيادة الخير تكمل، وإن أردت فعل السنة فقط لا بأس، يعني كله سنة ولله الحمد، لكن هذا أكمل وأفضل. نعم.